يا مساء الخير، هعمل صينية فراخ كده، ايه، سريعة ولذيذة وحاجة حلوة اوي. بصل وتوم، هحط عليهم ملح، شوية من الزعتر البري، فلفل اسود قبل ما ننساه، ومستردة حوالي كده، ايه، معلقة كبيرة بالشكل ده، وعصير ليمون، يعني تقريبا كده نص ليمونة. اوكي، وزيت زيتون كتري، يعني مثلا من نص كوباية لكوباية حسب ما تحبي، وقلبي كل ده كده مع بعضه. وهنا البطاطس قطعتها حلقات، واحط عليها الفراخ، الفراخ برضو قطعتها 8 قطع كده، والتتبيلة دي عليهم. واهم حاجة، اهم حاجة المساج، يعني عايزة تغلفي البطاطس كده كده هتشرب، بس الفراخ بس. يعني هنغطيها كده بورقة زبدة، هنكتم البخار جواها وفوقيها القصدير، يعني دي أسهل من كده. أدخلها الفرن على حرارة 200، هتاخد لها 45 دقيقة كده لساعة. ريحتها خيال، الريحة تجنن تجنن تجنن. طبعا بعد ما بتستوي بتكشفيها تتحمر، انا فتحت عليها شوية من فوق وخلاص جاهزة دلوقتي. هنقدمها بس مع شوية رز ابيض لذيذة. وسلطة ودومتم، بجد حلوة اوي، جربوها.